وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: رديه. قالت عائشة: فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: رديه رديه، والذي لا إله إلا هو لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة في تسعة أبيات: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الجهد والجوع كما في البخاري، فبعث إلى نسائه جميعا فقلنا: والله ما معنا إلا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. خرج وهو لا يعلم هل يجد لضيفه طعاما في بيته أم لا يجد، كان يرجو رضا الله ورسوله وثواب الآخرة. قطع الطريق مع ضيفه في فرح وسرور، قرع الباب وسلم على أهل الدار وقال في صوت المبشر لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أكرم أضيافا منا، والله الذي لا إله إلا هو ما معنا إلا عشاء الصبية. فاحتال الكريم، والكريم له حيل ولطائف، وقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا العشاء يجوع البيت كله ويطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عليهم لو جاعوا ليلة وآثروا بطعامهما ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل سعي سيجزي الله سعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. هيأ الطعامها وأصبح السراجها ونوم الصبيانها وقدمت طعامها، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته. انطفأ السراج، بدأ الضيف يأكل في الظلام، يمد صاحب البيت يده إلى الصحفة ويرفعها لا يتناول شيئا، لا يشك الضيف أنهما يأكلان. أكل الضيف مطمئنا وشبع وظن أن صاحب البيت شبع أيضا، لكنه لم يرفع لقمة إلى فيه، وكان الظلام عونا له على ذلك. قام الضيف وغسل يده وحمد الله ودعا لمضيفه، وقام صاحب البيت فغسل يده ليريه أنه كان يأكل معه. بات الضيف شبعان ريان، وبات البيت كله طاويا مسرورا شاكرا لقيامه بما يجب نحو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليل عسعس والصبح قد تنفس، وعاد صاحب البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاويا مسرورا شاكرا، وظن أن قصة الليل سر من الأسرار لا يعلمه إلا الله، ثم هو مع زوجته، لكن الذي يعلم السر وأخفى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوحى من خبر تلك الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما، أو عجب من فعالكما. وأنزل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معاشر المؤمنين، حينما يؤمن الإنسان إيمانا حقا فإن جواذب الإيمان ترفعه من الالتفات إلى الدنيا على أنها مقصد وغاية، وتقصره على اعتبار أنها بلغة ووسيلة، كما هو حال رسوله. فما يسبح الإنسان في لج غمرة من العز إلا بعد خوض الشدائد. يدخل عمر رضي الله عنه كما في الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في علية قد اعتزل نساءه مضطجعا على حصير قد أثر الحصير في جنبه، متكئا على وسادة من جلد حشوها ليف. فلما رآه عمر لم يملك نفسه وجثى وهملت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: صفوة الله من خلقه وخيرته،
أنت فيما أرى، وفارس والروم يعبثان بالدنيا وهم لا يعبدون الله، أدعو الله فليوسع على أمتك يا رسول الله. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله يا عمر. قلت: الحمد لله. هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي حتى نلاقي ما كل امرئ لاقي.